النهاردة احنا معانا رنا جبتنا علشان عندها تلقي عميق في الفص الأيسر في الغدة الدرقية. احنا عملنا لها كايل التردد الحراري للتضخم ده، فعايزين نعرف ايه تجربتها مع الكايل التضخم الحراري وايه توقعاتها، هي كانت متوقعة ايه ولا ايه الاكسبيرينس بتاعتها ايه، تنصح الناس ازاي؟ ازاي حضرتك كده؟ الحمد لله على السلامة، ربنا يخليك. لا بصراحة كان اكسبيرينس حلو جدا. أنا بعد الولادة كان طلع لي ورم كبير في الغدة، وبصراحة كنت خايفة، رحت لدكاترة كتير، كان كل الناس في الأول بتنصح بالجراحة، بس رحت للدكتور بتاع الغدة بتاعي قال لي في radio frequency ablation ودي non invasive، بس طبعا كان في حاجات لازم أعملها قبلها عشان أعرف إنه يعني ينفع أعملها إنها benign وكده. اول ما عرفت انها بناين جيت على طول لدكتور اسامه وقال لي، انا كنت خايفه بصراحه، وقال لي انت لما تبقي جاهزه يعني هتعمليها. جيت عملتها في يوم، مشيت في نفس اليوم، والدكتور قال لي هتلاحظي ان هي هتنزل النص بجد في اقل من شهر. honestly انا ما كنتش مصدقه، كنت فاكره انها هتاخد وقت اكتر، بس نزلت 70% كمان بعد اول شهر. وجيت بعد بقالي هو 6 شهور عاملاها، باجي فولو اب مع الدكتور عشان نظبط ونشوف ان الدنيا كلها ماشيه كويس. بس لا هي بصراحه هي الكي كان متعب او مقلم، انا ما حسيتش باي حاجه متعب او مؤلم، ولا حتى بعدها ولا قبلها، ومفيش حاجه متعبه ولا مؤلمه. يعني بصراحه ده احسن حاجه، ان انا كنت لسه والده وعندي بيبي، كنت خايفه من الموضوع ده ان انا ما بقاش عندي يعني قادره ان انا اتعامل معاه كده، بس ولا اي حاجه. انا روحت بيتي نفس اليوم كنت بتعامل، ولا كاني اصلا عملت حاجه اليوم ده. فبصراحه يعني ريكومندت لكل حد انه يعني يعرف اكتر عن الموضوع ده ويعمله، مش اي حاجه يبقى يروح للسيرجري على طول، لان بعدين انا كان بالنسبه لي طول ما هي هيلثي انا كنت عايزه انها تفضل موجوده، وده احسن حل انها بدل ما تخلص. مفيش هرمون طويل، مفيش بالظبط، انا مفيش اي حاجه بالظبط، عشان انا مش عايزه افضل امشي على ادويه او اي حاجه، فليه طالما هي كويسه ما تبقاش تفضل موجوده، ويبقى ده الحل اللي يبقى موجود. بس فسلامتك يا رنا، عايزه تنصح الناس انها تنقذ وتحتفظ صراحه، خليها معاكم ليه تشيلوها. لا صراحه ربنا على سلامتك، ميرسي يا دكتور اسامه، ثانك يو، ميرسي.